خلف الكواليس انت دمك شربات خفيف بعنف يعني. وعايز اقول للناس مثلا احنا وقفنا مثلا كذا بريك ففي سؤال معين كل ما نيجي نقوله نعمل ستوب، فقلت هو السؤال ده عليه فيروس ولا ايه؟ انا عايز اطلب منك طلب ولو كسفتني هزعل. اتفضل. هتكسفني؟ لا اكيد هتكسفني، مش عايزك تزعل طبعا. طيب دلوقتي دمك خفيف وعندك هوايه لطيفه جدا بتمارسها مع اصحابك بعيد عن الاضواء، فخلينا نعملها حته منها هنا قدام الناس. انت تجيد فن تقليد بعض الشخصيات. عادل امام، خالتي قطاطه، بوحه، واخرين. انا انتوا معايا طبعا. انا عايز عادل امام والاختيار الثاني يا قطاطه يا بوحه. هتكسفني؟ لا بس ما هو المشكله انه انت حطتني في سيتويشن بعيد كل البعد. لا مش بعيد، احنا بنتكلم في كل حاجه. مين الـ مين الـ مين الاستاذ ده جاي مع مين ده؟ يلا نبتدي بالفنان الجميل عادل امام. طيب هو انا يعني مش لا اجيد التقليد، بجيد مواقفه بشكل عام وروحهم ومشاعرهم واحاسيسهم. انا فاهم. ما بتجيش ليه؟ اتفضل. مش تبقى تيجي؟ اتفضل. خلاص هي دي؟ هي. لا قولها تاني. تيك تو. تيك تو. تيك اواي بقى. يلا. طيب ايه احسن حاجه بتحبوها اي مسرحيه؟ شاهد ما شافش حاجه مثلا؟ مشاغبين؟ خلينا على شاهد ما شافش حاجه. خلي شاهد ما شافش حاجه، اتفضل. ده انا اسحب منك اللي قلت لهم بقى شويه. يلا. انا اسمي مكتوب؟ طيب. قطاطه ولا بوحه؟ بوحه. بوحه. صبح صبح يا عم الحاج. في يا عم فلانتين. بس كده. يكفي. إيه.